نعم. كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي حط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هنا ناس كذا، أحسست أن أنا أعمل سطرة بس انتهى من الصلاة، بجوز هذا الشيء؟ يعني لقد من سطرة ما فيه، ولكن تعمد أجيب الطاولة وضعها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم. يعني أنت بعد ما شرعت الصلاة؟ لا، قبل ما أشرف الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة. نعم، ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة. أي نعم، شو الدافع للسؤال؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه. مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق. أي نعم، وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدوتك من الإمام انه لازم يكون امامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة امامك، ما فيها شيء اطلاقا، بل هذا امر حسن. جزاك الله خير.